يأخذ التدخل العسكري لقوى الغزو التركي في ليبيا منحنى متصاعدا يوما بعد يوم. عمليات ميدانية وتدريب ونقل إرهابيين وصفقات لتوريد طائرات مسيرة لدعم ميليشيات حكومة سخيرات. مصادر إعلامية أفادت أن رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان ومسؤولين آخرين زاروا ليبيا منذ حوالي أسبوعين للوقوف على التطورات الميدانية على الأرض وعقدهم لقاءات مع عملاء حكومة سخيرات وقادة الميليشيات. المصادر أشارت أن فيدان ومسؤولين في هيئة الأركان التركية على اطلاع مباشر بتطورات المعارك حول طرابلس، فيما توقعت مصادر أخرى تصعيدا عسكريا خلال الأيام المقبلة. أنقرة قامت مؤخرا بنقل كميات كبيرة من الأسلحة الدفاعية وتخطط لنشر مضادات صواريخ في أرجاء العاصمة. المصادر الإعلامية أوضحت أن العقيد كمال أسكنتان هو ضابط بالاستخبارات التركية والمسؤول الأول عن تسليح الميليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا، إضافة إلى نقل الأسلحة من تركيا إلى ليبيا. أسكنتان زار ليبيا في الأيام القليلة الماضية والتقى مسؤولين بحكومة سخيرات للإشراف على العملية على الأرض. أنقرة أرسلت مجموعات من قواتها الخاصة إلى طرابلس قبل 10 أيام، حيث أصيب الكثير منهم خلال المعارك مع الجيش الوطني ونقلوا إلى تركيا لتلقي العلاج. وبحسب ذات المصادر فإن قوات الغزو التركي تشرف على تدريب 250 عنصرا تابعين لميليشيا سخيرات، بينهم مرتزقة من دول أفريقية دخل بعضهم المعارك بشكل فعلي. المصادر تحدثت أيضا عن اتفاق جديد وقعه سهر الرئيس التركي سلجوق برقدار مع حكومة سخيرات، يقضي بتزويد السراج بطائرات مسيرة تركية لدعم ميليشياته على الأرض. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.